السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. بدأنا الحصة السابقة بشرح شابتر 23 من كتاب سيروي أنجويت، تحدثنا فيه عن كولوم فورس إلكتريك فيل. اليوم بدنا نتابع بشرح سيكشن 23.4 وبيتحدث عن الإلكتريك فيل اللي هو المجال الكهربائي. بتعرفوا كل جسم مشحون حواليه، لو وضعت مثلا شحنة بدها تتعرض هذه الشحنة لقوة كهربائية. شو بنعرف احنا وضعنا شحنتين في قوة متبادلة بينهم، سميناها الكتروستاتيك فورس. طيب كيف الكتاب بعرف المجال الكهربائي؟ بقول لك إذا فيكتور فيلد كمية متجهة سراوند تحيط a charge object، يعني جسم مشحون، خلينا نفترض انه عندي هنا رود شارد، هذا الرود شارد مشحون بشحنة موجبة، تمام. هلأ لو وضعت هنا شحنة مشحون بشحنة موجبة، لو وضعت هنا شحنة موجبة، هذه بسموها تيست شارد او كيو زيرو، بسموها ايش؟ تيست شارد، وغالبا بتكون موجبة تيست شارد. كل وضعت شحنة موجبة بدها تتعرض هاي الشحنة لقوة كهربائية، شحنة مع جسم مشحون في قوة بيناتهم حسب كولوم فورس. فبالتالي كيف انا بعرف المجال الكهربائي؟ بقول المجال الكهربائي اي يعرف من خلال القوة الكهربائية الفورس الكتروستاتيك فورس اللي تعرضت لها التيست شارج مقسوم على كيو زيرو. الآن هذه وضعت تيست شارج، والله التيست شارج ما أبدت مثلا، يعني لم تتنافر مثلا، لم تتنافر ولم تتجاذب، ما أبدت أي مثلا أي خاصية للقوة الكهربائية، ما أبدت أنه في قوة كهربائية. فبالتالي هنا بكتشف أنه ما في مجال كهربائي، لكن وضعتها بمنطقة وشفتها مثلا اتأثرت بقوة أدت إلى مثلا تحريكها بهذا الاتجاه أو انجذابها نحو الرد مثلا، فبالتالي هون بستنتج أنه في مجال كهربائي. إذن التست شارج أهميتها فحص هل يوجد مجال كهربائي من خلال تنافرها أو انجذابها. طب كيف ما هو قانون المجال الكهربائي؟ القوة تقسيم التست شارج. فبالتالي كيف أنا بعرف المجال الكهربائي؟ بقول المجال الكهربائي E يعرف من خلال القوة الكهربائية الفورس الكتروستاتيك فورس اللي تعرضت لها التست شارج مقسوم على كيو زيرو. الآن هذه وضعت تيست شارج، والله التيست شارج ما أبدت مثلا، يعني لم تتنافر مثلا، لم تتنافر ولم تتجاذب، ما أبدت أي مثلا أي خاصية للقوة الكهربائية، ما أبدت أنه في قوة كهربائية. فبالتالي هنا بكتشف أنه ما في مجال كهربائي، لكن وضعتها بمنطقة وشفتها مثلا اتأثرت بقوة أدت إلى مثلا تحريكها بهذا الاتجاه أو انجذابها نحو الرد مثلا، فبالتالي هون بستنتج أنه في مجال كهربائي. إذن التيست شارج أهميتها فحص هل يوجد مجال كهربائي من خلال تنافرها أو انجذابها. طب كيف ما هو قانون المجال الكهربائي؟ القوة تقسيم التيست شارج. هون زي ما عرفنا كمية متجهة، والإلكتريك فورس كذلك الأمر كمية متجهة. الآن لو بدنا نشوف اتجاه المجال الكهربائي، والله موجب تنافر، طيب يكون هذا اتجاه الإلكتريك فيلد وهذا نفسه اتجاه الإلكتريك فورس. النظام الدولي لقياس شدة المجال الكهربائي بالـ SI unit، النظام الدولي SI unit for the electric field is، بتعرف القوة الكهربائية نيوتن والشحنة كولوم، فبيطلع عندي نيوتن على كولوم. المجال الكهربائي يمثل من خلال خطوط بنسميها احنا الالكتريك فيلد لاين. خلينا نفترض انه في عندي هنا مثلا تشارج بوزيتيف تشارج، تمام. لو وضعت هنا تيست شارج موجب، تيست شارج دائما بناخذها موجب، لو وضعت هنا تيست شارج موجب مع موجب تنافر، فبالتالي خط المجال الكهربائي بيكون بهذا الاتجاه، هذا اي. هون لو وضعت تيست شارج موجب مع موجب برضو تنافر، فهذا خط المجال الكهربائي. كذلك الامر لو وضعت هنا تيست شارج، فبالتالي نستنتج انه المجال الكهربائي خارج من الشحنه الموجبه. هلا لو كانت الشحنه سالبه، ضع هنا تيست شارج موجب مع سالب بده يكون عندي تجاذب، فبالتالي خط المجال الكهربائي داخل في الشحنة السالبة، تمام. إذا خط المجال الكهربائي خارج من الشحنة السالبة وداخل، يعني وضعت هنا تيست شارج موجب مع سالب تجاذب، فبالتالي داخل فيها. إذا خطوط المجال تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في الشحنة السالبة. إذا بأكد علينا بهذا التعريف أو بهذا النوت، electric field lines خطوط المجال الكهربائي extend away، أي تخرج from positive charge الشحنات الموجبة and toward negative charge وتدخل في الشحنات السالبة. الآن بمثل لي إياها بالصورة الآتية، يعني هاي الكتاب،
هاي مثلا عندي شحنة سالبة، خطوط المجال الكهربائي داخلي فيها. يعني أنا عندنا مثلا شيت، يعني صفيحة. هلا الصفيحة هاي، بس ثاني واحدة، الصفيحة هاي مثلا مشحونة بشحنة موجبة، فلاحظ خطوط المجال الكهربائي خارجي منها. كذلك الأمر، هاي صفيحة موجبة، خطوط المجال بتخرج منها. لأن لو وضعنا شحنتين نقطيتين بجانب بعض، لاحظ هاي شحنة موجبة وهاي موجب، فبالتالي كلاهما بيخرج. هلا موجب مع موجب، لاحظ هاي المنطقة فيها فراغ كونه فيها تنافر. وخلي في بالك لو عندي شحنتين، واحدة موجب واحدة سالب، الموجب بيطلع منها والشحن السالبة بيدخل فيها. الآن بدنا ندرس احنا المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية. خلينا نفترض انه عندي هنا شحنة نقطية نسميها كيو، وبدي افحص المجال الكهربائي، فبيلزم لي تيست شارج بسميها انا كيو زيرو. لا، لو فحصت القوة الكهربائية حسب قانون كولوم كي كيو 1 كي كيو 1 اللي هي تي كيو 0 كيو 2 اللي هي تي كيو على مربع المسافة بينهما على ار تربيع، هيك انا بكون جبت القوة الكهربائية. انا ما بدي القوة الكهربائية، بدي المجال الكهربائي. كل المجال الكهربائي هو نفسه القوة الكهربائية مقسوم على التيست شارج كي، القوة الكهربائية لا كتبت قانونها كي كيو 0 كيو مقسوم على ار تربيع. ما بنسى هاي كيو 0 موجودة بالبسط ولا بالمقام؟ بالمقام، فبالتالي بوضحها بالمقام. كيو 0 مع كيو 0 بتختصر، فبالتالي ينتج عندي قانون المجال الكهربائي الناتج عن مجموعة من الشحنات عن شحنة نقطية يساوي ك بقيمة هذه الشحنة النقطية على مربع البعد من هذه الشحنة إلى عند النقطة اللي أنا بدي أفحص المجال عنها. ولو كان عندي أكثر من شحنة نقطية، ممكن يكون عندي كيو 1، ممكن يكون عندي كمان شحنة كيو 2 كيو 3، فبالتالي قانون المجال الكهربائي E بدي يكون عبارة عن E1 اللي نتج عن الشحنة الأولى، طبعا كمية متجزائد جمع متجهات E2 اللي نتج عن الشحنة الثانية زائد إلى آخره، وبتعامل مع جمع متجهات. يعني ذي E1 مع E2 بجمعهم عكس بعض بطرحهم وهكذا. ننتقل لحل مسائل على حساب المجال الكهربائي. Example 1 قال What is the net electric field؟ بيطلب محصلة المجال at the origin. بيفترض انه في عندي هون بالأوريجين تيست شارج، وبدي محصلة المجال عند هاي التيست شارج الناتج عن ثلاث شحنات Q1 Q2 و Q3، معطيني القيم Q1 و Q2 و Q3 علما بأنها المسافة ما بين الشحنة قيمتها دي والزوايا معطيني. أولا خلينا نبدأ بحساب المجال الناتج عن الثلاث شحنات مقدار. يعني نوجد E1، بقول E1 شو قانونها؟ لتكي 1 على 4 باي إبسلون نوت، أو لتكي 9 × 10^9. خلينا نخليها بدلالة الرموز. قدي Q1 اللي هي 2Q على كم تبعد Q1 عن التسشارج اللي هي بالأورجين اللي هي دي تربيع. كذلك الأمر نوجد E2 بيطلع عند 1 على 4 باي إبسلون نوت، طبعا السالب ما بيتعوض، سالب فقط للاتجاه اللي بنستخدمه اتجاه E2. 2Q أيضا تبعد دي تربيع، هاي Q2 تبعد دي تربيع. نوجد E3 كي اللي هي 1 على 4 باي إبسلون نوت، كم Q3 معطيني إياها؟ 4Q على كم تبعد عن الأوريجين اللي هي برضو دي تربيع. ننتقل للاتجاه لكل من E1 و E2 و E3. لاحظ Q1 موجب، فبالتالي المجال الكهربائي بدي يكون بهذا الاتجاه E1 بدي يكون خارج، موجب مع موجب تنافر هيك بدي يكون خارج، هذا E1. حلو، كمان مرة موجب وهي موجب، فبالتالي زي كأنه هاي الشحنة بتخرج مجال كهربائي E1. كذلك الأمر Q2 سالب، موجب مع سالب بدي يدخل فيها. هلا هاي خرج منها E1، هلا Q2 بدي يدخل فيها، فبالتالي هاي E2 لأنها سالبة. نيجي لـ Q3، Q3 برضو سالبة، فبالتالي بدي يدخل فيها، فبالتالي هاي E3 خط المجال داخل عليها، لأن الشحنة الموجبة بيطلع منها، الشحنة السالبة بيدخل فيها E3. ايش بنلاحظ؟ نلاحظ ان E1 و E2 مع بعض، فبالتالي بما انهم بنفس الاتجاه فينا احصلهم. يعني اقول E-net ل E1 و E2 هي عبارة عن جمعهم E1 زائد E2. ليه جمعتهم؟ لانهم بنفس الاتجاه. 2Q E1 و E2 2Q و2Q 4Q على 4 باي إبسلون نوت مضروب بدي تربيع. هلا هاي المتجهات المائلة كيف بنحلها احنا؟ كيف نحسب محصلتها؟ بالتحليل.
سبب E1 و E2 بميلوا بزاوية 30 فبالتالي بتتحلل E1 و 2 بكوساين 30 ومركبة لتحت اللي هي E1 مع 2 إيش ساين 30 حللت هلا مركبتين. طيب نيجي نشوف E3 بتتحلل ما بتتحلل برضو بدها تتحلل مايل بزاوية 30 فبالتالي هي E3 كوساين 30 وللأعلى بدي يكون عندي E3 ساين 30. تابع الآن صار عندي مركبات سينية ومركبات صادية. خلينا نوجد مجموع أو محصلة المجال على محور إكس. بدي يكون ناتج عن E3 بكوساين 30 زائد E1 مع 2 اللي هي إيش كوساين برضو 30. خلينا نحسبها. E3 عندي هي 4Q على 4 باي إبسلون نوت في دي تربيع وكوساين الثلاثين ما أنا بعرفه جذر الثلاث على 2 زائد E12 حسبناها من شوي برضو 4Q على 4 باي إبسلون نوت دي تربيع وكذلك الأمر كوساين الثلاثين بعرفه جذر الثلاث على 2 مشكلة. هلأ بنرجع من بسطة. خلينا نوجد هلأ مجموع E على الواي أكسس. في عندي قيمتين للمجال. في عندي E3 ساين 30 للموجب واي ناقص للأسفل E1 مع 2 ساين 30. كم قيمة E3؟ قيمتها 4Q على 4 باي إبسلون نوت دي تربيع ساين 30 لوت نص مظبوط ناقص E1 و 2 حسبنا نتيجتهم 4Q على 4 باي إبسلون نوت دي تربيع وكده ساين 30 كمان مرة نص. فلاحظ هاي بتطلع قيمتها صفر. حلو 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 صفر هاي نفس هاي فبالتالي ما في قيمة للمجال الكهربائي على محور واي اكسس. فبالتالي E net هي نفس مجموع EX اللي هي هذه وفيك تحسبها وتبسطها زي ما بدك. ممكن طالب يعمل اختصارات سريعة ما بعرف انتو افضل مني بالاختصارات وبالرياضيات. 4 مع 4 بتروح وتجمعها والله جذر الثلاث زائد جذر الثلاث اللي 2 في جذر الثلاث مظبوط جذر الثلاث جذر الثلاث 2 جذر الثلاث كيو تمام مقسوم على باي إبسلون نوت باي إبسلون نوت دي تربيع مضروب باثنين مظبوط باي إبسلون نوت دي تربيع مضروب باثنين واثنين مع اثنين كمان مرة بتختصر. فبالتالي بعد ما اختصرت شو بده ضل عندي؟ بده عندي جذر الثلاث كيو على باي إبسلون نوت دي تربيع. ينتقل لإكزامبل آخر. بيطلب مني أحسب الإلكتريك فيلد على بعد 5 سم من شحنة مشحونة بمقدار 2 μC. تطبيق مباشر E يساوي KQ مقسوم على R تربيع 9 × 10^9 مقدار الشحنة 2 × 10^6 والمسافة 5% 0.5 أو خليها 5 × 10^-2 لكل تربيع. تمام لو حسبتها بتطلع معاك قيمتها 7.2 × 10^6 بوحدة نيوتن على كولم. ننتقل لإكزامبل آخر. بغض النظر عن معطيات السؤال لكن في أساسيات زي مثلا معطيني ماس وفي ووتر دروبلت. الماس عندي آن أتموسفيريك إلكتريك فيلد عندي الإلكتريك فيلد جيفن. طيب بوينت فيرتيكالي داونورد يعني اتجاه الإلكتريك فيلد للأسفل هذا اتجاه الإلكتريك فيلد. The droplet remains suspended يعني بقيت معلقة وإحنا بنعرف يعني إيش يعني معلقة suspended يعني متزنة. At rest in the air في الهواء. What is the electric field electric charge بيطلب مني قيمة الشحنة كيو. طيب هلا إيش يعني معلقة؟ يعني محصلة القوة عليها مجموع F تساوي صفر. يعني بدي يكون في عندي قوتين متساويتين ومتعاكستين. هلا إحنا بنعرف الوزن للأسفل عندي ماس عند فيرتيكال الوزن تأثيره للأسفل إف جي وأكيد القوة الكهربائية بدها تكون للأعلى فبالتالي إف للأعلى بده يساوي عندي إف للأسفل. إيش القوة اللي للأعلى بدها تأثر عندي اللي هي إف إي. إيش القوة للأسفل اللي هي وزنها إف جي. نطبق كيو تايمز إي إيكوال إم تايمز جي. تمام بقسم على إيه بقسم على إيه لأني أنا بدي كيو فبتطلع عندي قيمة كيو إم بجي على إيه. إم معطيني 3 × 10^12 جي 10
والالكتريك فيلد 6 بعشرة قوة قد ايه؟ 3. هذا لو اشتهدت عليها بيطلع معك 5 بعشرة قوة ناقص 15 كولوم، هذا مقدار كيو. الان ركزوا معي، الالكتريك فيلد لتحت، الوزن اف جي اتفقنا للاسفل اللي دي ام في جي. هلا القوة الكهربائية يجب ان تكون للاعلى حتى يكون عندي معلق سسبندد اف اي. طيب لاحظ الالكتريك فيلد لتحت، القوة الكهربائية للاعلى، يعني القوة الكهربائية عكس المجال الكهربائي. امتى بتكون القوة الكهربائية عكس المجال الكهربائي؟ اذا كانت الشحنة سالبة، فبالتالي نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج. خلينا ندون عندنا ملاحظة، نقول اف اي اون كيو وذ اي، يعني بنفس اتجاه اي، اف اي اون كيو بوزيتيف، اذا القوة الكهرباء على شحنة موجبة وذ اي فور بوزيتيف كيو موجبة، شحنة موجبة. نقدر نكتبها اف اي اون كيو وذ اي، يعني بقصد سيم دايركشن، سيم دايركشن، نفس الاتجاه. طيب اف اي اون كيو نيجاتيف اوبوزيت، اوبوزيت تو الكتريك فيلد فور، يعني اوبوزيت دايركشن فور نيجاتيف تشارج. اذا القوة الكهربائية على شحنة سالبة بده يكون عندي عكس اتجاه المجال الكهربائي، وعلى شحنة موجبة مع المجال الكهربائي. انتقل لانذر اكزامبل، معطيني الماس لبارتكل 5 جرام والشحنة اللي له كيو، بقول لك ذا الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد مجهول، نيدد تو بالانس، نفس السؤال اللي قبل مشان نخليه متزن او معلق، تو بالانس اتس ويت ان فاكيوم، يجب ان تكون محصله القوة تساوي صفر، مجموع اف يساوي صفر. يعني كمان مره القوه الكهربائيه اف اي يجب ان تساوي اف جي، اف اي للاعلى والوزن دائما للاسفل، اف اي قانون كيو بي اي والوزن اف جي ام بي جي على كيو على كيو، وبقدر اوجد المجال الكهربائي اي. الكتلة عندي 5 بعشرة قوة ناقص 3، 5 بعشرة قوة ناقص 3، الوزن جي 10، وكيو قيمتها 2 بعشرة قوة سالب 6. تمام، 2 مع العشرة فيها 5، 5 ب 5 25، بتصير عند الجواب 25 ضرب 10 قوة موجب 3 نيوتن على كولوم. ما في بالإجابات 25 بعشرة قوة 3، فبالتالي هذه ممكن أعدلها، ممكن أخليها 10 قوة 4، بصغر هذا الرقم وبكبر الأس نيوتن على كولوم. بيسأل هلا طلع لنا جاب 2.5 بعشرة قوة 4، فبالتالي الإجابة يا بي يا دي. هلا بيسأل عن الاتجاه، هلا إحنا بنعرف الوزن اف جي لتحت والقوة الكهربائية اف اي للأعلى. هسا بما انه الشحنة سالبة، بما انه الشحنة سالبة يجب ان تكون القوة الكهربائية عكس المجال الكهربائي، اذا المجال الكهربائي وين بده يكون؟ بيكون للاسفل، اي للاسفل، اف اي على شحنة سالبة عكس اي، فبالتالي بدها تطلع اي قيمتها 2.5 بعشرة قوة 4 داون اي تي بي. طيب لو كانت الشحنة بوزيتيف، خلينا نفترض انه الشحنة مش نيجاتيف، بقول لك نفس السؤال، افترض كيو بوزيتيف 2 مايكرو كولوم، فقديش لازم تطلع عندي اي؟ اي بتطلع 2.5 بعشرة قوة 4 نيوتن على كولوم، بس ما بتكون داون، بدها تكون اب، لانه بده يكون اف اي للاعلى، واي على شحنة موجبة برضو للاعلى مع القوة الكهربائية، اي مع اف اي لشحنة موجبة، والوزن لوين؟ للاسفل. انتقل لحل اكزامبل اخر، given a four particle fixed in places and have charge، معطيني شحنة كل منهم Q1 Q2 Q3 و Q4، Q1 و Q2 كلاهما موجبتين تمام نفس الشحنة، Q3 برضو موجبة، Q3 موجب و Q4 سالب تمام، ومعطيني قيمة دي، معطيني اياها بدلالة E شحنة الإلكترون 5E، وبيطلب What is the magnitude net electric field at point B، بيطلب محصلة المجال عند النقطة B. بنفرض بي لتتشارج شحنة موجبة، حلو؟ الآن موجب مع موجب بده يكون عندي تنافر بهذا الاتجاه، بالتالي هذه E1، الآن موجب مع موجب هي E2، فبلاحظ إنه E1 و E2 هم عكس بعض، و Q1 تساوي Q2 ونفس المسافة، فبالتالي بستنتج إنه E net، E net تساوي صفر، اللي ناتجة عن لا
1 مع 2، فهدول بيلغوا بعض، نفس الشحنة ونفس المسافة وعكس بعض لغوا بعض. هلا نيجي نشتغل لكيو 3 وكيو 4. الآن عندي موجب مع موجب تنافر، فبالتالي هاي بدي يكون عندي اتجاه E3، وموجب مع سالب بدي يكون عندي هذا اتجاه E4. خلينا نحسب E3 و E4 والمحصلة بدها تكون طرح E3 يساوي K Q 9 بعشرة قوة 9. أدي Q3، Q3 given 3 E KQ على R تربيع، المسافة اللي تمعطيني 5 مايكرومتر 5 بعشرة قوة سالب 6 لكل تربيع، تمام؟ وهلا بنحسبها. خلينا نوجد الآن E4 9 بعشرة قوة 9 K كم Q4؟ Q4 given 12 E، 12 E على المسافة تربيع اللي 2 دي، المسافة من هون لهون دي ودي 2 دي، 2 دي لكل تربيع، يعني 2 بخمسة 10 بعشرة قوة سالب 6 لكل تربيع. الآن هذه لو جينا نحسبها الأولى، 9 ضرب 3 5 تربيع 25، يعني 9 ضرب 3 تقسيم 25 بده يطلع عندي قد ايه؟ 1.1.08 ضرب 10 قوة. هلا سالب 6 تربيع سالب 12، 12 و 9 12 زائد 9 فيها 21، 10 قوة 21 E. هذا قيمة الناتج عن E3. لو حسبنا E4 9 ب 12 تقسيم 100، 9 ب 12 تقسيم 100 بيطلع 1 بوينت نفس الاشي 1.08 ب 10 قوة 9 ونفس الاشي 21 E. فبلاحظ انهم نفس الجواب وهم متعاكستين، فبالتالي كمان مرة E net اللي ناتج عن 3 و 4 تساوي 0. فبالتالي E net توتال عند النقطة B تساوي 0. ننتقل لحل question ضع دائرة. قال an electric field is most directly related to، المجال الكهربائي يعني بوضح ايش؟ المومنتم؟ لا، ما الزخم للتسشارج؟ لا، الكاينتيك انرجي؟ لا، الفورس اكتنج اون تسشارج يس. الالكتريك فيلد بوضح القوة، لانه اف اي بنجيبها من خلال قانون ضرب كيو في اي، فالمجال الكهربائي بوضح القوة الكهربائية على الشحنة شحنة الفحص. طيب ننتقل لكويستشن 2. بقول لك افترض انه في عنا تجربة استخدمت شحنة فحص تسشارج قيمتها كيو زيرو، والمجال الكهربائي اللي نتج له قيمة E. الآن لو عملت أنا تجربة ثانية experiment B واستخدمت شحنة نقطية قيمتها الضعف 2Q لشان أحسب الإلكتريك فيلد، هل الإلكتريك فيلد بيختلف؟ يعني هل الإلكتريك فيلد بيعتمد على الشحنة النقطية؟ الإجابة لا، لأنه قانون الإلكتريك فيلد K Q على R تربع مش Q زيرو. أيضا لو استخدمت القانون الثاني للإلكتريك فيلد E يساوي أصلا F على Q زيرو، وكيو زيرو بتختصر لانه اف قانونه كي كيو 1 كيو زيرو على ار تربيع، وكيو زيرو مع كيو زيرو بتختصر، بالتالي ما بيعتمد. اذا the same in both magnitude and direction as the field found by، يعني المجال اللي بنحسبه ب A نفسه ب B ولا يعتمد على قيمة التسشارج، بيعتمد على قيمة الشحنة اللي عند التسشارج. تمام. الآن بقول لك افترض انه عندي جسم مشحون موجود في نقطة الأصل في الأوريجين، والمجال الكهربائي الناتج عنه قيمته E0 على بعد دي. طب لو المسافة أصبحت الضبل الضعف 2 دي، شو بصير للإلكتريك فيلد؟ بنلاحظ انه علاقة الإلكتريك فيلد مع R علاقة عكسية تربيعية، يعني إذا المسافة الجديدة R2 صارت 2R الضعف، معنى ذلك الإلكتريك فيلد بدي يقل العكس لأنه العلاقة عكسية، فبعكس 2.5، وهي علاقة عكسية تربيعية بعكس وبربع، تالي E2 شو بدي يصير؟ صار عندي ربع E، فبالتالي بدي يقل للربع. تمام. لو قلت المسافة للنصف، لو قلت المسافة للنصف اعكس النص بصير 2، العلاقة عكسية ربع بصير المجال الكهربائي 4 أضعاف. ننتقل لسؤال آخر. بقول لك في عنا 2 point charge، واحدة موجب كيو واحدة سالب كيو، والمسافة بيناتهم، المسافة بين هذول التو بوينت شارج اسمها اكس. تمام، اكس. تمام، بقول لك the magnitude of electric field at the midpoint between them is، وبيطلب الالكتريك فيلد عند نقطة تقع في منتصف المسافة بينهما، يعني
هون بدي الالكتريك فيلد، بحيث هاي تبقى اكس على 2 بالمنتصف، هاي تبقى اكس على 2. الاي موجب، موجب مع موجب تنافر، هاي مثلا اي 1، موجب مع سالب تجاذب هاي اي 2، فبالتالي اي نت هي محصله الجمع. اذا اي هون بدها تساوي عندي اي 1 زائد اي 2 ويساوي كي كي كيو 1 اللي هي تي كيو على ار تربيع اكس على 2 لكل تربيع، زائد كي كيو 2 اللي هي تي كيو على المسافة بيناتهم برضو x على 2 لكل تربيع. تمام، الآن تصير عندي kq على x تربيع على 4 زائد kq على x تربيع على 4، وهذا بتصير قسمة القسمة ضرب، بتصير 4 kq على x تربيع زائد 4 kq على x تربيع، 4 زائد 4 8، فبصير عندي 8 kq على x تربيع، 8 kq على x تربيع اللي هي dc. بلا اكزامبل اخر، given a charge cork ball، عندي بول مشحونه بشحنه كتلتها 1 جرام، بالتالي لازم يخطر على بالي انه في لها وزن fg mg. طيب suspended معلقه يعني متزنه، محصله القوة عليها تساوي صفر، on light string يعني بخيط خفيف، in the presence of uniform electric field، بوجود مجال كهرباء as shown، له قيمتين، قيمة بالx بالi وقيمة بالجي هاد. طيب ومعطيني الزاوية، the ball is in equilibrium يعني متزنة، عند الزاوية اللي قيمتها كديه 37، يعني هاي الزاوية كديش قيمتها، هاي 90 فبدها تطلع 53، فيك انت تحلل على الزاوية 37 وعلى الزاوية 53 للشد، لانه هذا الشد تي يعرفوا عندي حبل خيط هي سترينج حبل، وفي شد والشد بميل بزاوية، لو اشتغلت على 53 بدك تحلل الشد لمركبتين تي كوساين 53 ومركبة للأعلى اللي تي مضروب بساين 53. والقوة الكهربائية اللي عندي إلها قيمتين برضو، والقوة الكهربائية إلها مركبتين بالإكس وبالواي زي ما انت شايفين آي وجي إي. طيب بالموجب فبالتالي هي اف اي اكس، اف اي بالاكس اللي هي كيو بي اي، كيو الشحنه اللي عندي اللي هي مجهوله، ضرب اي اللي هي 3 ب10 قوه 5، ولا مركبه بالجي هات يعني مع الشد، فبالتالي عندي كمان هنا مركبه للاعلى اسمها اف اي واي. تمام، وبما انه متزن بقدر اطبق شروط الاتزان. طيب نبدا بتطبيق شروط الاتزان، القوى للأعلى يجب أن تساوي القوى للأسفل، القوى اللي على اليمين يجب أن تساوي القوى اللي على اليسار. تمام، نبدأ بتطبيق المعادلات. أولا يجب أن يكون محصلة القوى على محور X تساوي صفر، وهذا يعني القوى اللي على اليمين بتساوي القوى اللي على اليسار، FEX يساوي T بكوساين 53. هلا FEX عبارة عن Q بEX يساوي تي بكوساين 53، طبعا هو بالمسألة بيطلب مني كيو وبيطلب مني الشد، تي مجهول، كيو مجهولة، قيمة اي اللي بالاكس معطيني اياها 3 × 10^5 يساوي قيمة تي مجهولة وكوساين 53 بيطلع عندي 6/10، فبالتالي عندي هاي معادلة رقم 1. اشتغلنا شوي على هاي المعادلة، يعني لو قسمت على 6/10 على 6/10 3 تقسيم 6/10 تقريبا 4.98 اعطاني تقريبا 5، يعني بده يصير عندي 5 × 10^5 مضروب بكيو يساوي تي، وخلي هاي معادلة 1. الآن طبق نشوف معادلة 2. المعادلة 2 مجموع اف الواي يساوي صفر، يعني القوة للأعلى تساوي القوة للأسفل، تي ساين 53 زائد اف اي بالواي بده يساوي الوزن اللي هو تي ام في جي، تي مجهولة، ساين 53 8/10، اف اي واي معطيني اياها، معطيني قيمة اي 5، كيو بخمسة، كيو بي اي، كيو بخمسة يساوي ام الوزن عندي اللي هو 1 جرام، 1 × 10^-3 كيلو جرام، وجي عندي اللي هي قيمتها 10. هلا خلينا نشتغل بهاي المعادلة، صار عندي 8/10 مضروب بتي زائد 5 كيو يساوي 1/10^2، هاي معادلة 2.
لو عوضت واحد في اثنين عوض واحد في اثنين بصير عندي 8 بالعشرة. مكان تي شو بدي احط؟ تحط 5 بعشرة قوة 5 كيو ضرب 5 ضرب 10 قوة 5 كيو زائد 5 كيو بدي يساوي عندي 1 بعشرة قوة سالب 2. 8 بالعشرة بدك تضربها في 5 بتطلع 4. 4 بعشرة قوة 5 صح نسينا هون 10 قوة 5 صح. في عندي هون 5 بعشرة قوة 5 حلو 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 كل مش منطق. 10 قوة 5 صار عندك 4 زائد 5 9 بعشرة قوة 5 كيو يساوي 1 بعشرة قوة سالب 2. وبدك تخلي توجد كيو على 9 بعشرة قوة 5 على 9 بعشرة قوة 5 وبتطلع عندي قيمة كيو 1 تقسيم 9 1 تقسيم 9 ضرب 10 قوة ناقص 2 وناقص 5 ناقص 7 فبتطلع قيمتها كيو 1.11 times 10 to the power minus 8 كولوم. بالتعويض بالمعادلة رقم 1 فيك توجد تي. تي بتطلع كده 5 بعشرة قوة 5 بدك تضربها في كيو لتي 1.11 times 10 to the power minus 8 وبتطلع عندك قيمة تي 5.55 بعشرة قوة سالب 3 نيوتن.